تحية طيبة مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج أطاريح. ضيف حلقتنا لهذا اليوم الباحث صلاح ناصر. مرحبا أستاذ صلاح. أهلا وسهلا أستاذ صلاح. اليوم نتحدث عن الدراسات العليا وطبيعة الدراسات العليا داخل العراق والمغامرة اللي خضتها في الدراسات العليا داخل العراق، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. مشاهدينا الكرام، نشاهد هذا التقرير وبعدها لنا عودة. كلية التربية للعلوم الإنسانية قسم التاريخ شهدت مناقشة للدولة الإرشيدية فيما بعد من محافظة واسط لبرنامج أطاريح ابتسام الصافي. عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام للحديث أكثر عن تفاصيل البحث للباحث صلاح ناصر. مرحبا مرة أخرى. أهلا وسهلا أستاذ صلاح. شنو اللي يميز رسالتك العلمية والبحث العلمي اللي عملته في الماجستير؟ رسالتي بعنوان دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في رفع أداء الأفراد. نعم. حقيقة اللي يسمع العنوان يقول هذا عنوان مطروق، هواي عليه دراسات مشابهة، لكن كمتغير تابع هو أداء الأفراد ما حد متطرق له. يعني ممارسات إدارة الموارد البشرية هواي دراسات كثيرة، لكن كربط متغير تابع ويا أداء الأفراد تكاد تكون يعني دراسة حديثة بالعراق. فاستثمرنا الممارسات في رفع هذا الأداء. نعم أستاذ صلاح، اريد اتحدث عن المشكلة اللي موجودة بالعنوان. شنو كانت طبيعة هذه المشكلة؟ كل عنوان يحمل مشكلة طبعا. شنو كانت المشكلة لهذا العنوان؟ مشكلة البحث تدني أداء الأفراد. نعم. ووجود العديد من المعوقات التي تحول دون رفع هذا الأداء، هذا المستوى. نعم. شلون كان اختيارك للعنوان؟ اختيار طبعا ما أنكر دور الباحث، دور المشرف العفو دكتور سعدون. هو دكتور سعدون زميل الدراسة وصار مشرفي. نعم. أنا انقطعت من الدراسة فهو كمل الله يوفقه فأصبح دكتور. هو المشرف مالتي، فكان له الدور الكبير بهذا العنوان. انا بالبدايه اختارت الممارسات، ريت اربطها بمتغير تابع، هواي عرضت عليه متغيرات لكن مطروقه، فهو جاب لي دراسه اجنبيه اداء المتغير تابع اداء الافراد. اريد ان اعرف المشاهد، هذا البحث يعود لاي كليه واي قسم واي جامعه؟ نعم، كليه اداره اقتصاد. نعم. جامعه بغداد قسم الاداره العامه. نعم. الإدارة والاقتصاد اليوم تختلف عن باقي الدراسات الأخرى، وشنو طبيعة الاختلاف بينهم؟ طبعا هي الإدارة والاقتصاد الكلية الأولى بأوروبا. نعم. مو الطب ولا الهندسة، لا، الإدارة والاقتصاد، لأن الإدارة والاقتصاد هي العمود الفقري والداينامو لكل الدوائر. يعني اللي عنده شهادة إدارة والاقتصاد يقدر يشتغل في جميع المجالات، في جميع الدوائر، مصرف، اي وزاره يقدر يشتغل بها، هو الاداره والاقتصاد. يعني سوق العمل هو يحتاج اداره واقتصاد بشكل مستمر. اكيد. نعم. بحثك اليوم اللي تطرقت له شنو الصعوبه اللي لاقيتها به؟ المصادر اللي عندنا يعني اكثرها قديمه، فكانت الاستعانه بالانترنت والمصادر الخارجيه، يعني اصدقاء يعني يجيبوا لي مصدر خارجي استعين به. شو تفضل، الدراسه داخل العراق ام خارج العراق وليش؟ اكيد هي الدراسه داخل العراق اكثر رصانه، لكن اكو صعوبات تواجهك، خاصه الموظف يعني اذا عندنا فقط خاصه فراتب ما يكفي اكيد. زين. وعلى القبول العام هي المقاعد محدوده، فصعوبة تحصل القبول العام. أنت على العام أو على الخاص؟ أنا على الخاص. موظف؟ موظف. أنت وفقت دراستك الأكاديمية وعملك كوظيفة؟ يعني وفقت بيناتهم؟ أكيد. هو أنا اختاريت هذا الموضوع لأن له ارتباط بعملي. أنا أعمل بالحسابات، فالإدارة الاقتصادية كلها حسابات يعني. نعم. فأكيد صار ربط. نعم. أريدك تتحدث لي عن شعورك ودخولك للدراسات العليا. شنو اللي يختلف؟ قارنت بين الدراسات العليا والدراسات الأولية؟ طبعا أكيد أكو هواي اختلاف. بالبداية من تدخل للدراسات أكو رهبة،
انت مقبل على شهاده يعني عليا، فتفكر بداخلك من الصعوبه انك تحصلها. كل اللي يصير قدامك الفشل. بس مع مرور الايام ومساعده الاساتذه والطلبه اللي وياك كل الصعوبات تتذيل قدامك. شنو بدايه الصعوبات شنو كانت؟ صعوبات رهبه يعني من الدراسه، وتشوف المصادر كل مصدر 300 400 صفحه كل كتاب، فتقول هاي شلون اقدر؟ هذا تقتبس منه، تقتبس. إيه انت كطالب يعني بعدك ما تعرف، وشفت هاي المصادر الدكتور قال لك جيب لي فلان المصدر نعتمده، من تشوفه، وخاصه احنا عندنا مشكله باللغه الاجنبيه. نعم. يعني اذا كان مصدر اجنبي لازم الترجمه. اي بس الحمد لله مع مرور الايام مساعده الاساتذه قلت لك والطلبه اللي وياك تتعلم ترجمه، تتعلم هواي شغلات يعني، فكل الصعوبات تذلل قدامك. كتبت بيبر؟ نعم. كتابتك لبيبر شلون كانت؟ بالبدايه كتبت بيبرات. البيبرات اللي تكتبوها ورقه بحثيه ام تقرير بحثي؟ حسب الدكتور شو يطلب من عندك. بالبدايه كنا ما نعرف، كان عندنا دكتور الله يرحمه عبد الرزاق الشيخ لي، هذا عقليه يعني ما يخليك تجمد. مثل اول بحث طلبه من عندنا على الاستقطاب، ما يخليك تجمد بالاستقطاب والشرح مال الكتب وكذا، يريدك انت شفتها مت اكتب لي، لا تجيب لي تعريف يعرف الاستقطاب، لا اقرا التعريف. تعريف اجرائي يريد، انت لخص من عنده حتى ذا نص سطر. نعم. انت اللي اتهمته. ف يعني سهل لنا الامر كلش. زين، مع ام ضد انه الباحث يفرض رايه في كتابه البحث بالماجستير؟ مو يفرض رايه، وانما ينطي رايه. ينطي رايه، اكيد. زين. لازم يكون لك راي بهذا البحث. بعض الاساتذه يقول فقط بالدكتوراه. هو الماجستير شنو؟ الماجستير تأهلك للدكتوراه. نعم. وانا في نظري الماجستير اصعب من الدكتوراه. لان انت سابقا ما كانت عندك فكره عن الدراسه العليا. بس من تاخذ الماجستير تكون عندك الدكتوراه سهله يعني. هدفك ودخولك للدراسات العليا شنو كان الهدف؟ الهدف في البدايه يعني الهدف الاكبر انه اخدم دائرتي. نعم. وطموح يعني هو كان عندي طموح ان اخذ شهاده عليا واوفق بين الوظيفه والتدريس الجامعي، يعني اخذ لي حتى ذا يوم بالاسبوع اتفرغ به للدراسه التدريس يعني حتى ذا مجانا. نعم. هيك يعجبني انه انا يعني رغبتك تكون محاضر جامعي او. نعم. استاذ جامعي. نعم. نعم. ننتقل للفصول. نعم. كم فصل تضمنت هذه الرساله البحثيه؟ الرساله ثلاث فصول. الجانب النظري. نعم. والجانب العملي والفصل الاستنتاجات والتوصيات. النظري اطلعت على دراسات سابقه بالنظري؟ نعم كثيره. نعم طلعت على دراسات سابقه. دراسات كثيره داخل العراق وخارج العراق. اكو دراسه مشابهه؟ اكو دراسه يعني مشابهه من متغير واحد مثلا الممارسات، اكو دراسه ثانيه بالتابع المتغير التابع اداء الافراد. نعم. فتربط بين هذا. شلون قدرت توفق الاقتباسات بالنظري؟ هو انت من تبحث تاخذ الشيء اللي يفيدك واللي له ربط بموضوعك بعنوانك. نعم. يعني انت هواي راح تواجهك تلاقيك بيبرات ومصادر كثيره يعني ما تاخذها كلها، انت تطلع عليها بس ما تاخذها كلها، يجوز اكو دراسه نفس عنوانك بس ما بها اي شيء يخدمك. استاذ صادق ابقوا يعني نشاهد هذا التقرير وبعدها لنا عوده للحديث اكثر عن رساله الماجستير. مشاهدينا الكرام نشاهد هذا التقرير وبعدها لنا عوده. خط انابيب كركوك جيهان عام 1977، وكانت هناك اسباب واضحه لاختيار هذا العنوان والموضوع. اخترنا في هذا الجانب الحقبه الزمنيه 77 الذي هي سنه بدايه تشغيل الخط، وسنه 2003 هو تغيير النظام العراقي في العراق طبعا. اشرنا من خلال البحث الى اهميه الخط بالنسبه لانتعاش الحياه الاقتصاديه والاقتصاد التركي، وذلك عن طريقين. الطريق الاول الرسوم والضرائب التي كانت تحصل عليها الحكومة التركية نتيجة نقل النفط
عبر ميناء جيهان، والطريقة الثانية التي استطاعت تركيا الاستفادة من الخط وهي تكرير المصافي لديها. حقيقة الأسباب التي دعا أن نخصص الرسالة عن صفحات من تاريخ الاقتصادي لمدينة كركوك، باعتبار أن نحن في جامعة كركوك لابد في فلسفة تأسيس الجامعة أن يكون له انعكاس على واقع المجتمع المدينة، فلهذا خصصنا أول رسالة ماجستير عن تاريخ الاقتصادي لمدينة كركوك. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية هو إمكانية الباحث الذي عرفنا بأنه يجيد اللغة التركية وأيضا يجيد اللغات العديدة، فكانت من السهولة عليه أن يذهب إلى تركيا ويبحث في أروقة الأرشيفات التركية ليحصل على وثائق جديدة خصصها في هذه الدراسة. الطالب عمار حبيب وفق في طرح رسالته وبحثه الدقيق في تفاصيل خط أنابيب كركوك جيهان بالفترة الزمنية المذكورة، وكان ثمرة ذلك أن حصل على تقدير جيد جداً. نظراً لأهمية هذا الخط والجهود التي بذلت في إنشائه والتي كانت تسعى إلى فتح منافذ أخرى لتصدير نفط العراق إضافة إلى التصدير عبر مناطق الخليج العربي، فبالتالي هذا الخط بدأ العمل به وبدأ الإنتاج أواخر السبعينات واستمر بشكل فاعل حتى تحديدا حتى عام 1990، وهو التاريخ الذي تمثل بإصدار القرارات الأممية بإيقاف تصدير النفط وفرض عقوبات اقتصادية نظرا لاجتياح العراقي الكويت في 2 آب عام 1990. وبالتالي الطالب بذل جهد بدني وجهد مادي في الوصول وفي الترجمة والحصول على الوثائق المركزية. موضوع مهم جدا لأنه يتعلق حقيقة بشريان حيوي الاقتصادي العراقي، لا سيما أن هذا الموضوع هو اليوم أيضا يشكل عقبة كبيرة جدا للاقتصاد العراقي، لا سيما بعد عمليات توقيف صادرات العراق النفطية عن خط أنابيب جيهان كركوك. الطالب كان موفق في اختيار الموضوع وكان موفق في عملية الحصول على المصادر وتتبع مسار الخط، وواضح جهد الكبير جدا في تتبع كل المناطق اللي يمر بها الخط سواء كان في العراق أو في تركيا. كلية الآداب جامعة كركوك سائرة نحو التقدم العلمي والتطور الأكاديمي من خلال فتح الدراسات العليا والمناقشات العلمية التي تصب بالنهاية في خدمة المجتمع. هذه مناقشة أولى لكلية آداب في جامعة كركوك لدراسة الماجستير، لكن لدينا دراسة عن قريب سوف يتم استحداث دراسات عليا في قسم اللغة العربية، وكذلك تم رفع استحداث دراسة لقسم الجغرافيا التطبيقية، وسوف تكون هنالك مناقشات علنية أخرى في هذه القاعة ولأنشطة أخرى متنوعة كلها تصب في خدمة المجتمعية. أسيل الربيعي لبرنامج أطاريح كركوك. عودة مرة أخرى مشاهدي الكرام للفصل الآخر من برنامجنا لهذا اليوم، مرحبا مرة أخرى. أستاذ، نريد نتحدث عن الفصل العملي. هنا يبين باحث بالعملي، شنو كان الفصل العملي؟ شنو المتاعب؟ شنو الاستنتاجات والنتائج اللي خرجت من خلال الفصل العملي؟ الجانب العملي هو حقيقة متعة، يعني رغم التعب مالته بس متعة، يعني تحس بثمرة جهدك تعبك، أنت من تتعب تحس بهاي الثمرة. كانت استبانة متكونة من 50 سؤال تم توزيعها على عينة الدراسة. كم كانت العينة؟ عينة الدراسة كانت 150 فرد. إيه؟ هاي في دوائر الدولة؟ في دائرة. نعم. إدارة الموارد، مديرة إدارة الموارد البشرية في وزارة الداخلية. نعم. إيه، فتم توزيع الاستبانة وال وعشرة أيام رجعت جمعتها. نعم. من العينة المستقطبة، يعني تحويل هاي الإجابات إلى برنامج SPSS وطلعت النتائج يعني. زين، الصدق والثبات. نعم. لهذه الاستمارة شو كانت النسبة؟ يعني كانت نسبة عالية. الدراسة لها ارتباط بعملهم. نعم. هي على الموارد البشرية، وأنا استقطبت إدارة الموارد البشرية،
يعني أغلب الأحيان الأساتذة يفضلون أنه التحليل المضمون أكثر من الاستبانة، لأن الاستبانة بعض الأحيان ممكن تكون يعني ممكن طلعت على هذا الموضوع، نعم يكون تكون يبنيها أي شخص إجابات صح؟ أي مجرد إجابات يعني يتخلص من هذه الاستمارة. أنت مع أم ضد هذا الكلام؟ هي الاستبانة يعني أنت من راح تشتغلها بيدك وتفرغها تشوف أنه الإجابات هل هي مجرد هيجي علامات يخليها أم واقعية؟ فأكيد الاستبانة أقوى من الدراسة الميدانية. استبانة كانت إلكترونية أم ورقية؟ لا ورقية. ليش ما استخدمت إلكترونية؟ الإلكتروني يكون مثل ما تفضلت استاذ مجرد يريد يخلص من عندها يعني هيك وافق لا وافق وافق هيك يمليها بس الورقية لا حتى لا يعني فرضا قلنا ما يقرأ هاي الصفحة من راح يقلب هو راح يستخدم إيده وعقله كله راح يكون بيها. الفترة اللي استغرقتها بالعمل جيت كانت شهرين فترة قليلة لو تحسها هي يعني سريعة. الفترة مال السنة البحثية قليلة يعني دخلت. سنة هي بحثية نعم. فالجانب النظري استغرق تقريبا 6 أشهر وهي أهم السنة مو كلها لك بين ما يقولون العنوان مالتك نعم فيجوز طائر شهر ونص من عندها. خرجت بنتائج؟ نعم. شنو كانت النتائج؟ النتائج إيجابية كلها، ربط المتغير التابع بالمستقل كلها إيجابية. نعم. استنتاجات؟ استنتاجات أنه إحنا عندنا حقيقة أنه أداء الأفراد متدني، فمن نربط الممارسات بالأداء أكو تغيير يعني تخطيط الموارد البشرية ودورة في رفع أداء الأفراد. كان التركيز أكثر شيء على الحوافز، الحوافز المادية هي اللي أكثر شيء ترفع أداء الأفراد. كتبت توصيات؟ نعم. شو كانت التوصيات؟ التوصيات يعني بصراحة ما تحضرني كلها بس من ضمنها أنه أوصي المدراء بالاستماع للأفراد مشاكلهم، استخدام الحوافز، استخدام الثواب والعقاب، الجيد الموظف الجيد أكافئه، الموظف المسيء أعاقبه، يعني مو نقول عقوبة وإنما يعني معنوية، عقوبة معنوية بحيث أميز الموظف المثابر عن برايك هاي الجهة اللي عملت حولها الاستبيان نعم راح تعمل بهذه التوصيات؟ هو الباحث يعني مو وصع الدائرة اللي يعمل بيها وإنما يقدم دراسته أو يبقى يتابعها يعني مثل ما يقول من بعيد لبعيد. فشفت يعني أكو تغيير. أستاذ صلاح اليوم أريد أشوف شنو موجود برسالتك ما موجود باقي رسائل أخرى حتى يميزها، شنو اللي موجود؟ يعني تكاد تكون دراسة نادرة اللي مرتبطة اللي رابطة بين ممارسات إدارة الموارد وأداء الأفراد. أغلب الدراسات ممارسات أداء الموارد البشرية والحوافز، ممارسات إدارة الموارد البشرية والتخطيط، أداء الأفراد تكاد تكون دراسة نادرة يعني. عازم على الدكتوراه إن شاء الله؟ إن شاء الله. عازم على الدكتوراه؟ إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق لك. الله يسلمك. كل التوفيق. شكرا لك إن شاء الله. شكرا حضرتك. شكرا للآن أشكرك. نعم مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا بحلقة أخرى من برنامج أطاريح.